نعمل أول وصفة من تاجيكستان وهي الفطير. ومقادير العجين 400 جرام دقيق، 1 معلقة صغيرة ملح، 130 جرام مية، 2 بيض، 140 جرام زبدة، ومعلقة صغيرة سمسم هنرشها فوق الوش. هنحط مقادير العجين كلها مع بعض ما عدا الزبدة، الدقيق، البيض، الملح، المية، ونضربهم لحد ما يتكون عجين. اوكي، طبعا لازم هنسيبها ترتاح. علشان تبقى اسهل في الفرد. ودلوقتي ناخد العجينة اللي سبناها ترتاح ونحضرها مع بعض. هنبتدي نفردها، وطبعا هنحط شوية دقيق تحتها وعليها كمان لأن هي بتبقى ملزقة كده شوية. عايزين نفردها على شكل مستطيل طويل، مش محتاجين نعرضها قوي لكن محتاجينها تبقى طويلة. اوكي كده كويس. هنجيب الزبدة وهنفرد الزبدة عليها. وبعد كده هنلفها. والزبدة هي اللي هتفصل طبقات العجين. بعد كده هنلفها، نلف الجنب ده الأول بالشكل ده. هنحط آخر قطعة تحت بالشكل ده، وبعدين هنفردها تاني بالنشابة. وبكده هيبقى فيه طبقات زي طبقات الفطير بتاعنا، لأن طبعا الرول اللي عملناه هنا ده دلوقتي فردناه، فبقت الطبقات واحدة فوق التانية. هنجيب صينية وهنحط الفطير في صينية، ندخلها فرن